جايز مهندس محمود طاهر تبقى القضيه يقولوا العيب في المجلس الذي لم يستوعب الجميع، يعني ربما يكون الخطا عندكم بمعنى انه لم يستوعب الجميع ولم يشعر الجميع بان الاهلي بيت الجميع. والله اعتقد ان ده لم يحدث، لانه بعض اللي بيتكلموا دلوقتي يا استاذ وائل، احنا من يوم ما جينا لم نخصي احد من خصومنا اللي كانوا في الانتخابات اللي فاتت، بالعكس فتحنا الباب على مصراعيه لكل من يريد ان يدخل ويخدم النادي الاهلي. ما عندناش غضاضه في تقبل النقد باي صوره من صوره، وانتقدنا كثيرا وطلعنا وردينا وقلنا وشرحنا المواقف، انما هناك حمله ممنهجه لتشويه انجازات. ما هو مش معقول تبقى عامل انجازات وبازل مجهود وبتشتغل بكل اخلاص وبكل تفاني وتبص تلاقي، يعني انا هسال سؤال بسيط جدا، اللي رفع قضيه على النادي الاهلي بعد اقل من 24 ساعه من انتخاب مجلس باغلبيه كاسحه وبقائمه كامله، ما مصلحته في ذلك؟ لاخطاء اداريه في العمليه الانتخابيه المسؤول عنها مش هذا المجلس، لم نكن نملك شيء، المسؤول عنها لم يحاسب، بنحاسب احنا عليها وقعدنا نحاسب عليها، ورغم ذلك اصرينا على التمسك بمبادئ وقيم النادي الاهلي ولم نترك النادي الاهلي ولم نقفز من السفينه، وكملنا المشوار بكل من اتى الينا بصدر رحب وبايدي مفتوحه، ما عمرنا اقصينا حد. احنا عندنا في قناه النادي الاهلي برنامج بيطلع يهاجمنا بشراسه جدا وبيعلن انحيازه التام للمتنافسين، ما وكان يمكننا كمجلس اداره ان احنا نوقف هذا البرنامج، لم يتم ذلك. طب طالما جيت عند يعني قناه النادي الاهلي وانا لسه كنت هاجي لها بعدين، بس بخصوص، لكن لا في النهايه انا سمعت الكابتن محمود الخطيب بيقول انا اديت تعليمات للقائمه كلها حتى انها ما تطلعش في قناه الاهلي، لان قناه الاهلي نتعرض فيها لهجوم شديد، وهنا الاتهام وكانك تستخدم قناه الاهلي وهي ملك للجميع وليست ملكا لك لخدمه مجلسك يعني. طيب انا هسال سؤال، هي قناه النادي الاهلي، ما دور قناه النادي الاهلي وما دور قناه اي نادي؟ دور قناه اي نادي ان تدافع عن مجلسه، تدافع عن سياساته، تدافع عن استراتيجياته، تدافع عن انجازاته، تظهر للحقيقه ما الذي يحدث داخل النادي الاهلي. لكن حينما اول ما يفتح باب الانتخابات يجب ان تكون محايده بين جميع المرشحين. انا اتحدى ان يكون ظهر في قناه النادي الاهلي من يسيء لقائمه الكابتن محمود الخطيب، او يتكلم على الكابتن محمود الخطيب وقائمته، انما هناك من اساء الي انا شخصيا ومن اساء الى مجلس اداره النادي من داخل قناه النادي الاهلي، فالمقاطعه دي كان يجب ان تتم من عندي انا، لم امنع البرنامج ولم نوقف البرنامج، لانه من حق كل واحد يقول اللي هو عايزه. صحيح هذه سياسه للقناه يجب ان تتغير في المستقبل، ودي من الحاجات اللي احنا حاطينها في اعتبارنا، المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي ومتقدمين فيها ببرنامج قوي جدا علشان نعيد ترتيب البيت من الداخل ونعيد منظومه النادي الاهلي الاعلاميه. طيب يعني جايز عشان في نفس السياق، لان البعض دخل حتى في لعبه التسريبات وجاب تسريب للكابتن شادي محمد وهو محسوب على قناه الاهلي وهو بيشتم الكابتن الخطيب بالفاظ ليست لائقه يعني. انا الحقيقه ما سمعتش عن الموضوع، اول مره بسمع منك هذا الكلام، انما لو كان ذلك حدث من الكابتن هو شادي، هو في جلسه خاصه، ما كانش في النادي الاهلي يعني، ما كانش على الشاشه. انا لا استطيع محاسبه احد على جلساته الخاصه، ده نمره واحد. نمره اثنين، انا لا اعتقد ان اخلاقيات شادي ككابتن للنادي الاهلي تخليه يشتم او يسب اي حد وتحديدا محمود الخطيب، انما اذا كان حدث ذلك فلا بد ان يكون هناك موقف مع كابتن شادي، انما انا اشك كثيرا جدا، ويعني واوعدك ان انا هشوف الموضوع ده، انما اشك كثيرا جدا ان يكون قد حدث اساءه من الكابتن شادي. ده كابتن محمود الخطيب كابتن شادي في الملعب او في الكوره، فما اعتقدش انه في لاعبي كره يسيئوا لبعض ابدا بالطريقه، انا برضه مش عارف هو اساء ازاي او قال ايه، او انما لابد ان يكون هناك برضه اجراء يتخذ لمعرفه ما حدث، وانا اول مره بسمع عنه منك. طيب
الأهلي في خطر، الأهلي في خطر، الأهلي في خطر.